باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أريد أن أكلمكم في هذه الليلة عن تعب يقع فيه الكثيرون، عن القلق المفروض في الحياة الروحية أن يعيش الإنسان في سلام وفي فرح، لأن السلام والفرح من أول ثمار الروح، وطبعاً القلق ضد السلام وضد الفرح. الإنسان اللي عنده قلق لا عنده سلام في قلبه ولا عنده فرح، بل عنده اضطراب وتعب إلى آخره. وأيضاً القلق ضد الإيمان، لأن الإنسان اللي عنده إيمان لا يقلق أبداً، يتكل على ربنا مهما كانت الأجواء المحيطة به متعبة، زي ما قال داود النبي: إن سرت في وادي ظل الموت، إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. فيبقى القلق ضد السلام والفرح والإيمان. والقلق تقريبا يتصور فيه الإنسان أمورا سيئة سوف تحدث، يتوقعها، وربما لا تحدث على الإطلاق، لكنه باستمرار الآن، لأن فيه تعب في قلبه وفكره مش مظبوط. والقلق بيكون بأسباب كثيرة. في إنسان مثلا يكون قلقان لأنه عمل غلطة أو خطية وخايف لا تنكشف، ولما تنكشف يساء إلى سمعته وتبقى فضيحة وتبقى حاجة صعبة، فيبقى قلقان. الآن أنا فاكر مرة سنة 62، يعني أول سنة بقيت فيها أسقف في الإكليريكية، كان حدثت غلطة من واحد، وأنا أعلنت، قلت في واحد حدث منه غلطة كذا كذا كذا. لقيت الواحد قاعد يفكر، يا ترى عارف ولا مش عارف، يا ترى عارف ولا مش عارف، وفضل قلقان لغاية لما أنا عرفت، لكن هو قاعد يقول يا ترى عارف ولا مش عارف. كذلك اللي عمل خطية بيخاف، يا ترى هتتعرف ولا مش هتتعرف. ولذلك نلاقي إن كتير من الذين ارتكبوا جريمة قتل كانوا يحومون في الأيام الأولى حوالين المكان اللي ارتكبوا فيه الجريمة، عايزين يشوفوا يا ترى انكشفت الحكاية ولا لم تنكشف. أفتكر مرة قريت قصة زمان، يعني قريت القصة دي وأنا شاب صغير، عن واحد كان عارف إن بيقولوا كل واحد بيرتكب جريمة قتل بيترك أثر، فهو كان عايش مع عمه وعايز يورث عمه، فقتله وقعد يبص في المكان حتة 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 يشوف فيه أثر ولا لا، لغاية لما تأكد تماما إن ما فيش أثر خد بعضه ومشي. عرفت الجريمة وما فيش حد شك فيه، لأن عمه ده كان بيحبه وترك كل حاجة في إيديه. فقابله ضابط بوليس قال له أعزيك في وفاة عمك، وكلنا زعلنا معاك على
ابن عمك قتل، البقية في حياتك؟ قال له حياتك البقية. بعدين رجل بده يسأله ايه النقطة الحمراء اللي على صدرك دي؟ فبص للنقطة الحمراء وارتعش وخاف، فرجل البوليس عارف ان في حاجة. اتاري القلم الابانوس بتاعه الاحمر موجود في جيبه، ونقطة حبر وقعت من القلم في صدره، لكن لانه من جوه قلقان فتعب وراح فيها وانتهى الامر بشمس. القلق صعب. في قلق عند ناس من طبيعتهم بيقلقوا اكتر من غيرهم، يعني زي الامهات وزي الاطفال، يمكن الرجاله بيمسكوا نفسهم شويه. الام تقلق بسرعه، لو ابنها غاب شويه تقول يا ترى غاب ليه، احسن يكون حادثه، احسن يكون حد عمل له، بنته غابت يا ترى يمكن تكون اتخطفت، يمكن تكون جرى لها، وتلاقي القلق يتلعب فيها لغايه لما الواد او البنت يرجع. طبيعه كده. والأطفال أيضا يقلقوا لأنهم خوفين. وكذلك كل صغار النفوس. عشان كده الكتاب بيوصينا من أجل صغار النفوس، بيقول اسندوا الضعفاء وقووا صغار النفوس دول، شجعوهم، شجعوا صغار النفوس. في ساعات قلق يحصل للبنات لما يكونوا على وشك الخطوبة، يعني هيرتبطوا ويقولوا عريس جاي لها، وهي تقعد تقول يا ترى هيجي ويمشي ولا هيجي ويقعد، يا ترى هيمشي زي اللي مشيوا ولا مش هيمشي، هعجبه ولا مش هعجبه. فاكر زمان كنت بروح بلد من بلاد الوكر البحري أوعظ فيها في سنة 63 يعني، وجاتني بنت برضو من الشكل ده، وقالت له كل ما يجيني عريس أبقى مضطربة وتعبة. قلت لها يا بنت لما يشوفك مضطربة مهدية تضيع الحكاية، لكن مش قادرة نتيجة السوابق اللي حصلت، إن الناس جم ومشوا. أنصح البنات لما يجي لهم عريس يكونوا ماسكين نفسهم، يكون عندهم ثقة بالنفس وما يخافوش إن يجوا وما يرجعش، وإن ما يرجعش ربنا يبعت غيره ويبعت أحسن منه. وخليكوا رجال في إنسان يتعب لما يروح يكشف على صحته، يا ترى هيطلع عندي إيه وهتبقى حاجة خطيرة ولا حاجة بسيطة، ويخاف يروح عند الدكتور ويخاف يشوف الكشف، ولو قال للدكتور في إيه يا دكتور يقول له هو بيرتعش. قلق من جهة نوع المرض ومن جهة تطوره. ولذلك الأطباء لأنهم عارفين تطور المرض بيبقى مرضهم أصعب من غيرهم. في قلق يجي ساعات لأصحاب المناصب الكبيرة، يا ترى هيستمر ولا هيمر، وإن سمع إن في تعديلات في الجرنان يبقى قاعد قلقان، يقول لك هيصيبك الدور ولا مش هيصيبك الدور. كذلك قلق واحد بقدم على الترقية، يا ترى جيله الترقية ولا ما جيش، وقلق مهندس داخل في مناقصة، يا ترى المناقصة هتيجي عليه ولا هتيجي على غيره، وقلق واحد عايز يترقى، يا ترى هيترقى ولا ما يترقاش. يعني ما تفتكروش الصغيرين بس اللي بيقلقوا، برضو الناس الكبار بيقلقوا. في قلق تاني بيجي من انشغال الناس بإيه اللي هيحصل، إيه اللي هيحصل في المستقبل.
يا ترى يجرى ايه؟ من نواحي كتيرة. بينما السيد المسيح بيقول لا تهتم بما يأتي به الغد، الغد يهتم بما لنفسه. انت تتكل على ربنا وتقول كله للخير، واللي هيجي هيجي للخير، وانا ما اعرفش الصالح ايه، لكن في ناس يقلقوا جدا بالنسبه للمستقبل، وناس ساعات يقلقوا ان كبروا في السن، ومن جهه المستقبل وامراض الشيخوخه هيجيلوا ايه من مرض الشيخوخه، ولا هيبقى كويس المستقبل. في قلق كتير بيجي للتلاميذ، وخصوصا قرب الامتحانات. يا ترى الامتحان هيجي صعب ولا هيجي معقد؟ ويا ترى النتيجة تبقى كويسة ولا وحشة؟ ويا ترى اجيب مجموع ولا ما اجيبش مجموع؟ قلق 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 قلق. كل ده لأن أيضا لا توجد ثقة بالنفس، ولا توجد ثقة بربنا. الشخص المتدين واثق، مجتهد واثق بنفسه، وما واثقش بنفسه واثق بربنا، لذلك لا يقلق. ويقول إن كان الرب معنا فمن علينا؟ مش هيجرى حاجة. في قلق يأتي للناس اللي عندهم قضايا، يا ترى القضية هتيجي في صالحه ولا مش في صالحه؟ وقلق يجي للناس اللي داخلين في الانتخابات، يا ترى هينجح في الانتخابات ولا ما ينجحش في الانتخابات؟ وقلق لأي واحد داخل في تحقيق، يا ريت التحقيق هيجي في صالحي ولا مش هيجي في صالحي؟ كله لأن النفس من جوه تعبانة. في قلق يأتي من العداوات ومن الناس الأشرار والخوف منهم ومن تدابيرهم ومن مؤامراتهم ومن خططهم، خايف. داود النبي أحيانا كانت تجيله الفكرة دي لكن كان يتخلص منها، يقول يا رب لماذا كثر الذين يحسنونني؟ كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص من إله. وبعدين في آخر المزمور ولكن الرب هو ناصري فلا أخاف من ربوات الجموع المحيطين بالقائمين علي. الراجل ما يهموش إيه اللي يحصل من الحاجات دي كلها. في قلق سبب الوهم، وغالبية القلق أسبابها الوهم، يتوهم أشياء غير موجودة ويقلق بسببها، يبقى هو بيضر نفسه. يتوهم أشياء غير موجودة ويضر بها نفسه، يبقى هو بيضر نفسه. في ناس يجيلهم قلق من جهة التشاؤم، يتشاؤم، زي حد يتشائم مثلا من الرقم 13 ومضاعفات، من 13 و26 و39، سواء في الشهر القبطي او الشهر العربي او الشهر الافرنجي، او صفحه 13 في الجورنال، او صفحه 13 في كتاب، يعني حاجه لخبطه في المخ. ده برضو قلق وهمي، قلق وهمي. من واحد سافر يوم 13 يقول يا رب استر عليه يا رب، كما لو كانت القطارات هتقف في السكه يوم 13، والطيارات هتقع يوم 13، والبحر هيبتلع السفن يوم 13، حاجه صعبه. ده بولس الرسول بنقول عليه ثالث عشر الرسل، وكان من اعظم الموجودين، لكن وهم. اللي زي دول عندهم وهم ويتعبوا نفسهم، وجايز يفتكروا انهم ماشيين صح وهم في وهم.
في إنسان يجيله قلق من خوف التجارب، خوف إن يجيله تجارب، وخوف من حروب الشياطين، وخوف من المشاكل، بينما ربنا بيقول إنه لا يجربكم فوق ما تطيقون، وإنه بيعطي مع التجربة المنفذ. فإيه لازمة القلق من جهة التجارب؟ في إنسان يقلق إنه يظن إن المشكلة اللي قصاده ليس لها حل، بينما الإنسان المؤمن يقول ربنا عنده حلول كثيرة وربنا موجود، وإن ما كنتش أنا أعرف حل ربنا يعرف الحلول كلها، وكل باب مغلق له مفتاح، وكل عقدة ولها حلال، كله ماشي. لكن اللي يقلق ده يجي له مشكلة، يرتعش، يضطرب، يتعب، يقول ما فيش فايدة. كلمة ما فيش فايدة دي كلمة قلق، قلق. في إنسان عايز المشكلة تتحل الآن بسبب السرعة، إن تبطأت شوية يتعب ويقلق، إما تتحل الآن وإما هو يفضل قلقان، كله ماشي مع بعض. يعني واحدة مثلا اتجوزت، في بنات يتجوزوا ويخلفوا بعد 5 6 سنين، لكن دي اتجوزت وبقى لها 3 سنين وما لهاش عيل، تفضل قلقانة قلقانة قلقانة. ليه يا بنتي؟ ما ياما ناس خلفوا بعد 5 سنين و6 و7 و10 وأكثر من كده، لكن السرعة بتجيب قلق. في إنسان يقلق يخاف من الوقوع في الخطية، وقلقان جايز تجيله عثرة ما نقدرش عليها، جايز يضعف أمام الموضوع ده، جايز الشيطان يحاربه فوق طاقته، جايز 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 الوصية دي صعبة علي أن أنا أنفذها ومش أقدر، أعمل إيه؟ كتير من الناس ساعات بيقلقوا في انتظار قرار من القرارات، هيصدر قرار بعد الوقت الفلاني، يبقوا قلقانين لغاية لما يجي الميعاد هيكون إيه القرار. غالبية الناس بيقلقوا أيضا من فكرة الناس عنهم، هيقولوا عيننا الناس إيه. البعض بيقلق بسبب أمور مالية، إذا كان معذور أو مديون إلى آخره. بمناسبة الأمور المالية أريد أن أنصحكم نصيحة خطيرة خطيرة خطيرة. إيه النصيحة الخطيرة؟ ساعات يجي لنا واحد يقول أنا كتبت على نفسي شيك على بياض، شيك على بياض، ده شيك على بياض تبقى وقعتك بيضة، ده يمكن يكتبوا فيها أي مبلغ بالمبالغ، ممكن ده يسبب قلق. ليه؟ ويجي يشكي. طب كنت في عقلك لما مضيت على شيك على بياض؟ أو واحد يقول أنا مضيت على إيصال أمانة ودي توديني السجن. طب وليه تمضي على إيصال أمانة؟ أرجوكم وأحذركم، اوعى حد فيكم يمضي على شيك أمانة أو شيك على بياض. اللي بيعمل كده ما بيشوفش إيه المستقبل يبقى إيه، وإيه الأضرار الجيله قد إيه، وهنا يأتي القلق من أسباب مالية. نصيحتي أيضا إن الإنسان لا يبالغ من جهة أسباب القلق. إن كانت في مشكلة يقدم الحرص
الحرص ما مفهوش غلط، لكن التخوف الزايد والقلق هو اللي فيه الغلط. اتفضلوا نصلي.